كما تعلمون منذ سنة 2014 تنظم طيران تاسيلي رحلات دولية منتظمة تربط بين الجزائر العاصمة والمدن الفرنسية ستراسبورغ، نانت، باريس، من قسنطينة ومن وهران بستراسبورغ، وهذا في إطار تقديم خدمة إضافية للمواطنين الجزائريين القاطنين على مستوى التراب الفرنسي، تضمن لهم الجودة في الأداء، احترام المواقيت، والأمن والسلامة الجويين. تقدم الشركة، شركة تاسيل الطيران، مجموعة من التسهيلات التي من شأنها تقريب إمكانية اقتناء التذاكر لاستغلال طائرات طيران التاسيلي. على سبيل المثال ولا للحصر، وضعنا نظام إلكتروني ابتداء من أمس 16 جانفي، وكنا أعلننا عليه في أواخر ديسمبر. وضعنا نظام إلكتروني يقضي ببيع التذاكر عن بعد من الخارج باعتماد نظام إياطا باي، كما قمنا كذلك باعتماد نظام التسجيل الإلكتروني عن بعد عبر موقع الشركة.